بإذن الله. يا نهار اسود ومنيل. والتاني حبيب قلبي، حبيب قلبي اللي يقول لي انا عايش ومش عايش، انا عايش انت مش هتطنا وراك ليه؟ عايش قول، مش عايش نقول الله يرحمك. انما كل ما نروح نزوره انا عايش، لا ده مش عايش، انا نعمل اقف في نص الطريق قبل ما تشوف هو بقى فين. الله بيمهولونا ليه؟ والتاني اللي يقول لك اللي بيعمل كده ده على طول ده يروح متكهرب ده. حبيبي عايز ترتر ليه؟ انا جايب له ترتر. حبيبي عايز ترتر ليه؟ انا جايب له ترتر. ما يترتر في اي حته ويخلص. يقول لك الحبسوني وحبسوه، ما هو لازم يحبسوهم لو هم بيترتروا في الشارع. ده كلام. والتاني اسمه مصطفى، مصطفى مضيء. مصطفى مضيء؟ اللي بيطلع في نص الليل. قمر؟ قمر. يقول لك لو سمحت نزل ايدك تحت. هي ايده كانت فين بالظبط يا مصطفى؟ ايده كانت فين يابا؟ ده عمليه غريبه. والباقي بقى مصيبه بقى. البنت الاموره اللذيذه الحلوه دي اللي قاعده على الطشت. قاعده على الطشت. عمالة بقى حبيبي قرب، بص بص بص. ده كلام، ده كلام يا ستي. ما يبص دلوقتي امال ليلة الدخلة هيعمل ايه؟ والتانية بقى شافتها قاعدة على طست، راحت راكبة عجلة، لا بيداري كده.